شكرا. الله يبارك فيك. تفضل اخونا حسام اجب عن سؤال الحلقه ما دي السنه، والسيد ميثم يكون معك بالاجوبه، تفضل. طيب، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام اخ حسام، حياك الله. استاذ ميثم، ولكن حابب يعني استفسر منه عن ايه الانذار التي ذكرها وقال وانذر عشيرتك الاقربون. الاقربين مو الاقربون. وانذر عشيرتك الاقربين. نعم الاقربين. انا على ما سمعت من الاستاذ ميثم يقول انهم دعا قريش او من خاصته وقال ايكم يؤازرني على هذا الامر ويكون وصيا. الاستاذ ميثم طيح ام التنصيب الالهي، صح؟ ايه تنصيب ولا هو تخيير يا استاذ ميثم؟ هل خيرهم رسول الله وقال لهم ايكم، ام قال لهم انه علي من بعدي وهذا تنصيب الالهي؟ دي حته لازم توضحها للناس ونفهمها مع بعض الاول، لاني بما قلت يا استاذ ميثم طيحت التنصيب الالهي وجعلته تخيير، وعلي بن ابي طالب اختار. تفضل يا استاذ ميثم، بس علق لي على النقطه دي واسالني. طيب الان سؤال، وان كان هذا خارج الموضوع، الان تعترف بنبي الله سليمان، الله تبارك وتعالى يقول وكلا واتينا حكما وعلما وكذلك نزل المحسنين. سليمان ابن داود نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، أعطاه الله ملك الأرض وكان الجميع تحته. طيب الآن حينما تكلم وقال أيكم يأتوني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، هل كان يعلم من يستطيع ذلك أم لا يعلم؟ إيش دخل ده في العرش والتنصيب الإلهي؟ يعني إيه دخل ده وإيه وجهه؟ جاوبني يا لا هل هو عالم بمن اسمع السؤال لا تهرب، اسمع السؤال لا تهرب، وانت تتكلم عن السؤال عن علم واحد واحد يتكلم، خلي يتكلم السيد وانت جاوب، لا تخاف حتى الناس تسمع، لان هكذا الناس ما تسمع. هل سليمان ابن داود حينما قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، هل كان عالما برعيته ها أم كان جاهلا؟ أجب عن السؤال. أجب عن السؤال، هل كان سليمان عالما بالرعية أم جاهلا بها؟ خلص عشان أجيبك، خلص عشان أخذ وقتي أنا كمان. تفضل قول لنا. لا لا ما في جواب عن السؤال. سؤالي أي سؤال؟ جاوبني عن سؤالي. عالما برعيته ولا لا؟ لا عاد أنت وين كنت؟ أي سؤال جعل من سليمان إله؟ نحن نتكلم عن التنصيب الإلهي. الأستاذ بيقيس سليمان. ليش أنت؟ إي هو هو في التنصيب الإلهي. الجواب الأستاذ ميثم تمام، أنت تقول في الإمامة أنها تنصيب إلهي، ورسول الله يقول أيكم يؤازرني، فطلع علي بن أبي طالب وقال أنا، قلت له أين التنصيب الإلهي؟ أخذني لمكان تاني يقول لي وسليمان. يا أخي إيش جاب ده لده؟ تنصيب إلهي إيش دخله في علم سليمان؟ لا 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 نسمع نقضة عليك، اسمع نقضة عليك، تفضل سيد. الآن الأخوان الأعزاء، سليمان ابن داود الله تبارك وتعالى نبي، أطلعه حتى علمه حتى منطقة النمل، يعرف كل شيء يدور حوله. طيب يعرف كل شيء يدور حوله، ولكن حينما سأل هذا أراد الكشف عن من؟ عن آصف بن برخية الذي قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، أراد أن يبين أن هذا الرجل هو الذي يقوم مقامه، يبين ذاك الناس بواسطة فعل هذا الرجل. ففعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع علي ليس دليل، ليس نصا على علي، بل هو كاشف عن النص على علي بن أبي طالب عليه السلام، كاشف عنه وليس هو النص عليه. واضح خل عزيز؟ فرق بين الأمرين. إذا فهمت فعل سليمان فهمت فعل محمد صلى الله عليه وآله. علي بن أبي طالب يعلم والنبي يعلم، ولكن أراد أن يكون هذا الأمر كاشفا عن علي بن أبي طالب عليه السلام، كما كان أمر سليمان كاشفا عن آصف بن برخية.
فهمت الجواب الآن؟ الآن تفضل جواب عن سؤال الحلقة. المهدي خليفة الله عندكم، خليفة لمن؟ لمن من الخلفاء؟ أستاذ ميسم قال ليكشف عن آسف عن آصف ابن برخية. هل آصف ابن برخية كان وصي سليمان يا أستاذ؟ لا. نعم هو الذي كان من بعده، هو الذي طيب. هو الذي قام مقامه. ممكن تقول لي أين أجد ما تقول في أي كتاب؟ لو سمحت تقول لي الكتاب الفلاني بيقول. ارجع إلى كل المفسرين الذين ذكروا هذه الآية، ذكروا أن الذي أتى بعرش بلقيس شوف لا تماطل، الذي أتى بعرش بلقيس يا رجل كل المفسرين لا حول ولا قوة إلا بالله أستاذنا العزيز، كل المفسرين ذكروا أن الذي جاء بعرش بلقيس هو آصف بن برخية، واضح؟ وآصف بن برخية هو الذي كان يقوم مقام سليمان عليه السلام. طيب قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فهذا هو الذي قام مقام سليمان ابن داود عليه السلام، فكان فعل سليمان كاشفا عنه. الآن يعطيني الكتاب من فضلك، يعطيني الكتاب شنو الذي يقول كان آصف ابن برخية كان يقوم مقام سليمان من بعده، يعطيني الكتاب وين ألاقيه؟ هو الذي جاء بعرش الآن هذا جاء بعرش يا شيخ وعد هذا كم تريد كم مفسر يا رجل كم مفسر تريد كم مفسر 1-10-20 من السنة تفضل هذا بس اسمع هذا ابن عجيبة اصبر هذا ابن عجيبة في تفسيره البحر المديد ماذا يقول يقول فقال سليمان أريد أعجل من هذا قال الذي عنده علم من الكتاب طيب يقول هو آصف بن برخية وزير سليمان كان عنده اسم الله الأعظم الذي سئل به أجاب هذا ابن عاشور في التحرير والتنوير نفس الكلام طيب مكان آخر طيب هو آصف بن برخية الذي كان هو وزير طيب هذا سليمان هذا عند المفسر ما أنطاك هو بيقول لك كان يقيم مقام سليمان من بعده قلت له تفضل فين ألاقيه في وزيره يا أخي وزيره يعني ولي الأمر بابا وزيره لحظة يا حسام لا سابقا مش موجود وزير أصبر مش موجود وزير النفط وزير الخارجية وزير المعرفة يقول هذا الملك وهذا وزيره يعني ولي الأمر بمصطلحنا اليوم مين اللي قال ولي الامر لا ده هو وزير طب لحظه اصبر وزير شنو وزير ايش كان وزير الماليه وزير ينوب عنه اي من بعده اي لحد وزير شنو الاقيها وين ان اي وزير لا. ينوب عن الحاكم طب سيد لحظه الان هم عندما يقولون اسف وزيره في ماذا في ماذا؟ ايه يلا في ماذا؟ في الشيء المكلف بالمكلف به يعني الملك يعين وزير في شيء إيه؟ المكلف به يعني انت هذا وزير المكلف؟ وين؟ طب من قال؟ اقف اعطيني مصدر اصبر لا 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 اعطيني مصدر واحد قال انه وزيره فقط في الشيء المكلف تفضل احسن تفضل شوفوا يا اخوه يبقى أيه. عندنا وزير خارجيه على كلام الاستاذ وعد ووزير ماليه الطين الذي قال انا وزيره المكلف الوزير لا تهرب من الموضوع الان الزمت السيد اعطاك لحظه لا تصرخ الزمت السيد والسيد اعطاك من كتبكم انت قلت لا وزيره لا تعني أن الذي ينوب عنه بمصطلحنا ولي الأمر قلنا لك وزيره في ماذا قلت أنه وزيره فقط في الشيء الذي كلفه جيد من علمائك
قال أن وزيره فقط في هذا الشيء المكلف. تفضل يا أستاذ. الوزير أنت بتقول لي ما معنى وزيره؟ قلت لك الوزير الذي يكلف بشيء من الأشياء. من قال؟ ما الدليل؟ الدليل 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 هو أنت عايز تهربه؟ بس هتعرف تهربه. الدليل 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 أن الوزير الدليل الدليل وإلا هذا آخر فرصة آخر فرصة. الدليل اسمع، الدليل أعطاك الرجل من كتبكم، قلت له أعطيني، أعطاك. لما دمغك بالدليل قلت أنت نقضت علي، قلت هذا الكلام غير صحيح، هو الوزير فقط في هذه المسألة، علما أنه سابقا هذا وزيره. لما يقول وزيره يعني الذي يقوم بالأوامر مكانه. ولذلك هارون ماذا قال؟ هارون إخواني، هارون مو هو وزير موسى؟ لما راح هارون، عفوا لما راح موسى، مين الوزير؟ هو الذي يقوم وهو عبر عن هارون اخلفني، يعني الوزير الخليفة صار. احنا عندنا القرآن وطاك الدليل. انت تقول لا الوزير في المسألة المكلفة، احسنت، فين الدليل؟ نفسي اشوف سني عنده دليل. تفضل حدين هذا دليل القرآن، دليل القرآن. واجعلني وزيرا واجعلني وزيرا. مين اللي خلف؟ مين اللي خلف يا استاذ وعد؟ يرفع بالنون؟ لا هارون. هارون 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 والخي. نعم هارون. نعم كان بعد موسى هارون هو لا هارون هو الخليفة، لأن يعني القرآن قال واخلفني في قومي. لو يوسف بن نون كان خليفة مين؟ لا اسمع، ليش تهرب منه؟ القرآن قال اخلفني في قومي، هذا قرآن يا رجل، قرآن. هارون هارون بنص القرآن اخلفني في قومي. اتفضل طلعها لي عن المصدر. حجي حجي من العلماء. أقول لك قرآن يقول لي من العلماء. أقول لك قرآن قال اخلفني. حجي حجي الآن 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 لحظة لحظة حجي، بس خليه هدأ شوي. الآن شوف الآلوسي المفسر السلفي ماذا يقول؟ يقول فالجمهور ومنهم ابن عباس ويزيد بن رومان والحسن على أنه آصف بن برخية بن شمعية بن منكيل واسم أمه باطورة من بني إسرائيل كان وزير سليمان على المشهور. طيب وإنه ماذا؟ ابن وإنه وزيره وابن أخته وابن أخته، وزيره وابن أخته. طيب القرآن ماذا يقول؟ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. طيب الآن حينما ذهب موسى إلى لقاء ربه، من كان خليفته في قومه يا أستاذ؟ احنا نتكلم عن خلافته في قومه، من كان خليفته في قومه يقوم مقامه؟ وزيره هارون أم لا؟ أجب لا تهرب. طيب إخواني هو يقول هنا أجب. هو يقول أعطيني المصدر. إخواني السني ما يعرف أنه هاي آية في القرآن يقول أعطيني المصدر. طبعا أعطيك الآية، الآية هي رقم 140 أظن، 140 بس لحظة، 140 حتى أضعها أمام الناس في الكتاب الكريم. لحظة ماذا يقول؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. شوفوا إخواني هذه الآية أمامكم، شوفوا هذه الآية أمامكم. سني تقول له أنه الله قال خلفني في قوم، يقول أعطيني المصدر. بابا قرآن، أقول لك قرآن يقول أعطيني المصدر. هذا كتاب الله تبارك وتعالى أمامكم على الشاشة، يقول لي أعطيني المصدر. إخواني يعني من هوان الدنيا والله نناقش هؤلاء. شوف إخواني أمامكم على الشاشة، صلوا على محمد وآل محمد. ماذا قال؟ قال وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي. إذن خليفة ولا لا؟ اخلفني في قومي. حجي حجي هذا هذا قرآن، قرآن هذا قرآن يا رجل، قرآن هذا قرآن. يقول اعطيني المصدر، شو اعطيك سند صحيح؟ حجي يعني معقول لهالدرجه صرتوا؟ حجي هذا الرجل ماذا فعل هذا الرجل؟ حجينا العزيز احنا ماذا قلنا؟ قلنا سليمان ابن داود موجود فاراد ان يكشف عن الخليفه الذي يقوم مقامه، فكان آصف بن برخيا يقوم مقامه في وجوده في حياته. لا تقاطع لا تقاطع، خلي بين تدليسك، خلي بين تدليسك ولعبك على الناس.
كان انا ماذا قلت؟ قلت كان يقوم مقامه. قال اثبت لي هذا الامر. ما راح ينام الوهابي ما يقدر ينام. الوهابي تقول لك آية يقول لك اعطيني المصدر. آية يقول لي اعطيني بعد شوي يقول لي اعطيني ماذا فعل؟ شوف ماذا فعل حجينا. قلنا له آصف كان يقوم مقامه وأراد بهذا الفعل أن يكشف عن الذي يقوم مقامه، وجبنا لأنه كان وزيره. طيب فماذا فعل هو؟ ماذا فعل؟ ذهب إلى آية موسى، قال من كان خليفة موسى؟ احنا ما نتكلم عن خليفة موسى بعد وفاته، وزيرا من أهلي كان يقوم مقامه في حياته، يذهب إلى رب لقاء ربه هو قائم مقام خليفته، كما كان آصف خليفة لسليمان حينما يذهب آصف يكون قائم مقامه. لسنا في قضية استعراض المسألة حول حديث المنزلة وإشكالاتكم على حديث المنزلة، ونرد عليها كلمات جملة واحدة رد عليها. الله وكيلك لو تفهم الآن أكلمك كلمة واحدة جملة واحدة بس ما أرد أسحب الموضوع غيره. إحنا كلامنا على أنه هذا الرجل وزير يقوم مقام سليمان، هارون وزير يقوم مقام موسى، ما نتكلم عن بعد موت موسى. افهم سيدنا بدأ. لا تلبس على الناس. بدأ يرسلون لنا أناس تقول له شو الدليل؟ يقول لك تقول له الدليل في القرآن، قال خلفني في قوم هارون وزيري، والله ماذا عبر عنه؟ قال خلفني في قومي، وهارون وزير موسى، إذن الوزير هو الذي يخلف والذي عنده الإمام، هو الوزير وهو الخليفة. لما قال له السيد الوزير قال فين المصدر؟ قلت له خلفني في قومي، يقول لي يعطيني المصدر. شو سند صحيح أعطيك؟ حدثنا سيد ميثم الموسوي، حدثنا أبو كريم، حدثنا حسام. معقولة يا أهل السنة؟ معقولة وصلتم إلى هالدرجة تقول له قرآن يقول لك أعطيني المصدر؟ مو الشيخ أبو عمر وقع في هذا السند يا أبو حاج وعد؟ أي والله. الآن السؤال الحلقة لم يجب عنه ما يجاوب سيدنا ما يجاوب ولا راح يجاوب. تفضل شيخ مفضل. سلام عليكم. طبعا سؤالك عندي تعقيب إلى خصوص غزوة الخندق أو هي الأحزاب خلاف التنصير والإجبار يا أستاذ وعد؟ عرفت أنت واقع وين؟ أنا أعرض شيء كما عرضه النبي، لك أن تختار ولك أن تأبى. ليس معنى هذا أنه تنصيب إلهي، دي اللي احنا واقعين فيها. سعادتك بتقول إن الإمامة وإمامة علي بن أبي طالب تنصيب إلهي، تمام؟ أين هنا التنصيب وكان رسول الله يخيرهم؟ أيكم يؤازرني على هذا الأمر ويكون وصيا من بعدي؟ طبعا الأستاذ ميسم ما قدرش يذكرها النقطة دي، وقف قال لك نفس الشيء. طيب لا 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 استخلاف. لا لا حسام 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 حتى نستمر بالنقاش. شوف يلا. والله أنا تدري شنو هي؟ مو مسألة غلبة. أنا أفرح لما أنت لا تقرر عني، أنت سألني، إذا أنا ما جاوبت أنت الآن لما تقول الأستاذ ميثم وقف، معناه أنت ماذا تقول للجمهور؟ أنه ميثم الموسوي عجز وعاجز، وبعد الرجل ما تكلم. فهذا الكلام أسلوب مو صحيح يا أخي. أنا ما أسخر منك أنت حسام وأقول اسمعوا راح أسأل الجاهل حسام، حشاك طبعا. طب أنا من البداية أقول الجاهل، هذا الكلام عيب أخونا. التقرير ليس بأسلوب نقاش، انت سأله والجمهور لو ان يحكم. حلو. يا اخونا الحبيب حلو. انا طبعا لا قلت عنه ولا شيء. انت قلت وقف يعني ما جاوب ما يعرف يؤازرني. نعم قال ايكم يؤازرني على هذا الامر. أيه. ووقف احسن. لا اسأل هو الان يجيب. تفضل. لا احنا ما نتكلم. نحن طيب شوف يا أستاذ ميسم، نحن نعلم أن الوصية هنا تمام، أي الإمامة من بعد النبي هي تنصيب إلهي لا دخل إليه في البشر. الله نصب، الله اختار كما اختار أنبياءه، اختار من بعده من يكون من بعدهم وصي. تمام لما أجي أنا في أمر الله التنصيب أخير فيه
ما سمعنا في يوم أن الله قال للنبي يا محمد أتقبل أن تكون نبي؟ فقال نعم أم لا. ولم يقل لموسى أترضى أن تكون نبي؟ بل إجبار، هذا هو التنصيب. تمام، حينما يأتي رسول الله ويقول مرتين، تمام، قالها لعمه العباس قبل الوفاة يا عمي أتقبل وصيتي؟ قالها لعمه، تمام، وأنتم قلتم أن كان قبل هذا كانت وصية الإمام علي والولاية في غديركم، وقالها أيضا في آية الإنذار. كيف لنا أن نفهم أن يكون التنصيب إلهي تخيير؟ ممكن تفهمها لي يا أستاذ ميسم؟ بارك الله فيك. شوف احنا سكتنا، احترمناك، أرجوك أن ما تقاطع. أي تفضل سيد. الآن مرة يكون الكلام هو النص، ومرة يكون الكلام كاشف عن النص. الأخ يعتبر أن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه متى يقوم الشخص الذي يقول نعم أنا يقع عليه النص، هذا الكلام باطل. ضربنا مثل في قضية سليمان ابن داود، سليمان علم حتى منطق الطير، يعرف كل شيء، منطق النملة، طيب يعرف كل شيء، فحينما قال أيكم يأتيني بعرش، هذا ويعلم أنه لا يستطيع ذلك إلا آصف بن برخية، فأراد أن يكون هذا الفعل منه كاشف عن مكانة آصف بن برخية من بعده. كذلك الآن سؤال بسيط، الآن نزل القرآن يقول تبت يدا أبا لهب وتب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما نزلت عليه هذه الآية وقرأها يعلم أن أبو لهب لن يؤمن بعد أم ما يعلم؟ جاوبني، يعلم لو ما يعلم؟ لا علم، علم أن بعد ما يكمل التعامل. هل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قرأ هذه الآية يعلم أن أبا لهب لا يؤمن، لا يؤمن قط، انتهى؟ ها؟ في نص القرآن علم، أعلم. طيب أنا أريد حسام اللي جاوب. كذلك أرجوك، كذلك حينما قال أيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وخليفتي وفي رواية ووصي فيكم، شوف يعلم أنه لم يقم إلا علي بن أبي طالب عليه السلام، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمام بني هاشم أن يكون عادلا معهم، قد عرض الأمر عليهم ولم يختار علي بن أبي طالب حتى لا يقول اختاره علينا، يقول أنا عرضت الأمر عليكم. والدليل، الدليل في نفس النص، يقول أخي، مع العلم أن عمامة موجودين، عم أبو طالب موجود، عم العباس موجود، طيب لماذا قال أخي؟ أخي ووصيي وخليفتي وفي لفظ ووزيري فيكم. قالوا يا أبا طالب أمرك أن تسمع وتطيع لابنك. نجد إن شاء الله. فهذه أرجوك أنا ما قاطعتك. فهذا الفعل، هذا الفعل، اسمعني يا أخي، هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كاشف عن النص، كاشف عن علي بن أبي طالب عليه السلام، وليس معنى أنه علي اختار فجاء النص عليه، هذا الكلام ما قال به أحد لا من الأولين ولا من الآخرين. تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. لا أجيب الأول. طيب الأستاذ ميسم قال كلمة جميلة جدا، قال لك كاشف للنص، فحتى يكون رسول الله عادلا أمام الجميع، تمام، وصف لسيدنا محمد العدل وكريم التبعده جاوب. نعم، ولكن نفى عن الله العدل، سبحان الله، نفى عن الله العدل. من نفى؟ هقول لك من قال أن رسول الله فعل هذا رسول الله. لكي يكون عادلا بين قريش، تمام، يكون عادلا بين قريش. طيب حينما اختار الله الأنبياء بالتنصيب الإلهي، هل قال لهؤلاء أتريدون أن تكونوا أنبياء حتى يكشف نبوة سيدنا محمد؟ أتى بقريش وقال لهم أتريدون أن تكونوا أنبياء؟ يا أستاذ يجب أن تعلم الفرق. من الذي أتى لهم؟ يا أستاذ ده تنصيب إلهي، افهم. طيب. تنصيب إلهي. يا حسام، لو فرضنا
حسام اسمعني 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 اسمع كلامي دقيقة، عندي سؤال لك. لحد ما خلصت. لا لا, لا اسمع اسمع انت تطيل بالكلام ما عندنا وقت يا استاذ بلاك. لا لا اكتمك من عندي والله اقدر اكتمك. لا لا هذا عندي سؤال لك. عندي سؤال لك المقاطعة. عندي سؤال لك يا اخي عندي سؤال لك يا حبيبي. طيب لا تقاطع اما خلص ما عندك وصلت الفكره ماتك وصلت الفكره. لا يا حبيبي سؤالي لك احد من هؤلاء العشيره اسمعني اسمعني ليش تخاف من سؤالي؟ هو حوار حسام 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 هذا الاخ المشرف العام ابو كريم اسمع. انت قلت يا استاذ وعد انت قلت لحظه يا حسام خدت وقتك اديله وقتك اديله وقتك اخذت وقتك انت اخذت اكثر من 3 دقائق للرد على سيد ميثم. طيب كم تريد كم تريد وقت لا ابو كريم خلي هنشوف وين تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الاخ ميثم لعله لا يعلم في هذا ما معنى التنصيب الالهي. التنصيب الالهي يا استاذ ميثم هذا من الله لا لاحد يحق له الخير فيه لاحد منصب من قبل الله اني جعلك للناس اماما. ما للناس هل تقبل يا حبيبي هل تقبل يا إبراهيم أن تكون إمام؟ هذا التنصيب يا أستاذ هذا التنصيب تمام؟ لما تيجي اليوم تقول لي ليكشف وتحاول ترقع فيها هذه مشكلتك أنت هذه مشكلتك. التنصيب الإلهي من عند الله. لما تيجي تقول لي اليوم كان يقول حتى يكشف وتحاول تدور على مخرج ما في مخرج والله. اتفضل اسأل سؤال. طيب على برأيك إنه ما في مخرج برأيك. لحظة أبو كريم الآن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اصطفاه الله وبعثه لقريش لقريش وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. طيب الله تبارك وتعالى جاء بالنصوص وجاء بالمعجزات الدالة على نبوة النبي صلى الله عليه وآله واختياره واصطفائه إثباتا لنبوته. هل نقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن نبيا قبل هذه الإثباتات قبل هذه المعجزات؟ لا هو كان نبيا ومصطفى ومبعوثا، ولكن هذه الأمور كاشفة عن تنصيبه واختياره واصطفائه. افهم يا رجل أنت كيف تفهم. مرة نقول هذا النص هو الدليل القطعي على تنصيبه النص الأول، ومرة لا نقول هذا الفعل كاشف عن إرادته كاشف عن اختياره، كما أن بقية المعجزات كاشفة عن نبوة النبي صلى الله عليه وآله والله اختياره واصطفاه من بين الناس من سيدنا من سيدنا غفره. سيدنا بس أبو كريم بس أضرب هذا المثال يا أخوان يا أخوان والله يوميا نعيش إحنا أمثلة. مثلا أفضل عداء شنو اسمه هذا أفضل عداء اللي عند الأوسمة ماذا شنو اسمه الجامعيكي اي الجماك اللي كان يعني اي اللي 100% يفوز معروف انه من يدخل يفوز. سؤال كل المراقبين كلهم يعرفون انه هذا راح يفوز هذا ما اعرف نسيت اسمه هذا اللي يسوي هيك الحركه مالته نسيت اسمه كلهم يعرفونه راح يفوز زين لما كل اي بولت احسن. الان لما كلهم يعرفون راح يفوز يسوون سباق لو ما يسوون خلنا عزل سباق نقول ليش هذا راح يفوز مع العلم أنهم موجود مع العلم أنهم يعلمون أن هذا الرجل فقضية أنه لما تعرض الجائزة على أناس ما علمك أن المستحق للجائزة وأنه سوف لا تقول إلا لفلان هذه قضية ربانية. ليش؟ لأن الله تبارك وتعالى قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها ومن الذي حملها؟ حملها الإنسان. سؤال الله يدري أن الجبال ما تقبل ولا ما يدري؟ يدري أنه لا تتحمل ولا ما يدري؟ طب ليش سوى مسابقة؟ إذن الله جاهل والعياذ بالله. شوية خلينا نفكر. تفضل أبو كريم. طيب أخونا حسام من الذي أمر النبي صلى الله عليه وآله أن ينذر عشيرته؟ الله أم لا ليس الله؟ أستاذ حسام أبو كريم من الذي أمر النبي أن ينذر عشيرته؟ خد
دقيقتينك وديني دقيقتين وانا اجيبك. سؤال وجواب بالعجل الله يخليك. من الذي امر النبي ان يندر العشيره؟ حلو، عايز سؤال وجواب. اتفضل وانا معك سؤال وجواب. يلا الان من الذي امر النبي ان يندر عشيرته؟ نعم، الله سبحانه وتعالى. زين، كم كان من عشيره النبي مؤمنين؟ كانوا بعضهم. يعني إذا واحد من الكفار قال أنا أكون وزيرك، يقبل النبي؟ نعم، خلاص؟ يلا يا أخي، الدعوة يعني الله بعث لي عشيرة كافرة لكي يختار وزير؟ لهذا هو هذا كاشف. هذا عبارة على أن الله تعالى بعثه ليكشف من هو الوزير. كانت أول كريم والله. هذا السؤال اللي راح الآن، هذا أنت سقطت بسؤال الثاني. لحظة وين انت؟ بعد تبعتك الآن بدأ الجل. الله تعالى يعلم المنافقين الصادقين ولا احنا مسكتنا دورة سوي ميوت دورة الآن. أما الآن جيم ليه؟ طيب السؤال جواب ليه؟ ايه دورة إجابة تلبت إجابة سوي ميوت. ايه تفضل سي أبو كريم. الآن الله تعالى يعلم الصادقين والمنافقين والكاذبين ولا ما يعلم؟ يعلم. لماذا قال لقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين؟ إذا هو يعلم ليش افتتنوا؟ أحسنت. مع العلم هو معين الكاذبين والصادقين. الله والله حق لكم أن تفخروا يا شيعة والله العظيم. بس أنا قبل أن خلي اليوم جمعة بس أقرأ ذول الأخوان اللي الله ما راح يجاوب. يعني بس لحظه قبل الاخت يا حق وعد انا ما جاوبت على السؤالين اللي سالتهم. تفضل جاوب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الاستاذ ميسم سال سؤال وقال يا حسام لما قال الله لرسوله ان ينذر، تمام، لو دخل واحد من الباقي دول كيف هينذره وهو ما هو صالح او هو عاصي او كافر بالله؟ كافر مشرك. ليك انت. نعم كافر ماشي، ده سؤال ليك انت يا اخي. كيف يعرضها على المشركين اذا هم مشركين؟ شلون هفهمك لان الانذار عندنا تمام حبيب. الانذار يا استاذ اي احذرهم، تمام، احذرهم النار وعذاب النار وعذاب الله. هو قال من منكم، مو قال احذركم، من منكم يكون لحظة اي نعم الحديث يقول من منكم يؤازرني ويكون وصي. الأقربين انتم بتقطعوا والله مشكلة. طيب الآية بتقول وانذر عشيرتك الأقربين، تمام، هذه الآية. ما هو الإنذار؟ الحديث انت تشكل على الآية لحظة حتى نفهم يا حبيبي. اشكالك على الآية دخل في الآية يا أستاذ وعد، هو دخل في الآية تمام، وأنا ببتدي أفهم الآية. الآية هنا إنذار، تمام، أي تحذير وتخويف. طب ليش إنذار؟ خليك وياي لماذا إنذار؟ أنا أحب الحوار المباشر. لماذا هي إنذار والنبي استخدم لغة من منكم؟ فين من منكم؟ من منكم؟ الرواية دي روايتكم رواية سنية يا أخي، رواها الطبري ورواها أكثر علماء. شوف يا أستاذ ما موجودة في كتب السنة، لا هي موجودة في كتب السنة. أيكم من يؤذرني ويكون وصي؟ هذه عندكم أنتم، ما عند السنة قال. طيب وعند السنة، عند السنة نعم عند السنة رواية صحيحة ومعناها أي محمد وقف سيد وقف عند السنة شو معناها؟ يا محمد يا أستاذ لا تقاطع، خلينا جاوب سبحان الله. طيب عند السنة الآية واضحة والآية بلية. شنو معناها؟ أنذر عشيرتك وقومك الأقربين إليك قرابة وحذرهم من عذابنا أن ينزل بهم بكفرهم. طيب. ليش الله قال للناس كافة والآن يقول له لعشيرته والنبي مبعوث له؟ بابا فهم سؤالي، خلي أكمل سؤالي. أنت ما يصير أنا سؤالي ما سألته. ما هو سؤالك مردود عليه على طول بداية الدعوة يا أخي. والله هذا الأسلوب مو صحيح، أنا مو أسمعك. هي صعبة أصبر تفضل الآن.
الله تبارك وتعالى بعث النبي محمد صلى الله عليه وآله بعثه للناس كافة من العشيرة. نعم كافة، ولكن هذا في أول الدعوة. من أسمع، من قال في أول الدعوة أنها تخصص للعشيرة فقط؟ نعم نعم أحسن. شوف الآية، آية وانظر عشرتك الأقربين، هذه آية مكية، وأرسلناك للناس كافة مدنية، هذه قبل دي يا أستاذ، بس خلص الكلام. لحظة. الآن إذا الآية كانت مدنية وإذا الآية كانت مكية، فالمكية تسبق المدنية، من ينسخ من؟ نعم الآية المدنية تنسخ الآية اللي قبلها. إذن الله تبارك وتعالى، الله اسمع، الله تبارك، أنت عايز تسأل بس؟ لا حول ولا قوة إلا غير تفهمني سؤالي. ما أنا فاهمه والله، تفضل خلص وأنا جاوبك. أنت تقول لي خلص ومن أسئلك تقاطعني الآن. إذن للناس كافة مشمول في أهل البيت أو لا؟ الجميع. نعم. طيب ليش خاطب أهل البيت دون الناس؟ لأنها بداية الدعوة، وانظر عشيرتك الأقربون. طيب بداية أجاوبك ولا أنت تقاطع وبتسمعني؟ لا مو تبدأ في بداية الدعوة، تفضل تقاطع. طيب تفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله. أي دعوة لأي نبي يبدأ يرسل يظهر رسالته وينشرها بالأقربين الأول، من أقربنا منه، ثم تزداد هذه الدعوة إلى أن تشمل الجميع. كلام واضح ما يحتاج يعني. زين، النبي صلى الله عليه وآله بدأ بالأقربين، بدأ بأبي بكر وبدأ بزيد ولا بدأ بعشيرته؟ عشيرته. لا شلون تقولون أبو بكر أول من آمن؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الآن أنت تورطت ورطة أن النبي خطب هدوء، النبي خطب بأن يخاطب أقاربه. أبو بكر، إذن أبو بكر مو أول من آمن. خلصت كده أجيبك وبعدين أبتدي بقى في كلامي. ما هي العشيرة؟ ممكن تعرفنا ما هي العشيرة يا أستاذ وعد؟ عشيرة أنت قلت أقاربه. العشيرة الأقربين. أيوة إيه؟ العشيرة أبو الأقربين. بكر من عشيرته إيه؟ وأبو بكر من عشيرته. لا ما اللي هو أبو بكر مش قرشي ولا مش من قريش ولا إيه؟ لا أبو بكر نبي هاشمي جاب الثوم على الحلقوم. لون يعني أبو بكر مش قرشي ولا شلون يعني؟ أنت تقول عشيرة يا أخي، عشيرة النبي، قريش قبيلة. نعم. انت الان شو رجعت تقلب؟ ما هي العشيره يا استاذ؟ انت مو قلت الاقارب؟ طيب. انت قبل شوي مو قلت الله امره بالاقربين؟ انت مو يا ناس مو امامكم قال الاقربين الاقارب قبل شوي؟ عندنا ايه واضحه جليه بتقول عشيرتك الاقربين. ايوه انت تقول لي ما معنى عشيرتك؟ انت قلت اقاربه. انا اقول لك يا مولانا، انا اقول لك من تفسير الطبري، انا سني صادق، اقول لك انا بعد اذن مولانا. لا سيبك انت من سني صادق، انا مش عارف واحد بيغافل. طيب. انا والله ما هرد على ميسم ولا رد على مسلم ولا رد على مين. طيب خلينا خلي كمل ابو علي. ابو علي هذا سني سابق. اي تفضل ابو علي. سيبك من سني سابق والكلوات دي. سني ترك السنة. مصري. وانا كنت هندوسي سابق. مصري. ما انت هندوسي، ايش مدرينا ان انت هندوسي؟ انا كنت اقول لك ايه، انا كنت شيعي سابق. ايه المشكلة يعني؟ أي شيء. ما شاء الله، مصري شيعي سابق. يعني انت اصلك شيعي؟ لا مصري يعني. ما شاء الله حسام، انت شيعي سابق مصري. يعني مصر شيعية. شيعي سابق وصرت سني. ما شاء الله. تفضل اخونا ابو علي. ولله الحمد. ولله الحمد. الاخ الفاضل اللي كان بيتكلم قال ان التفسير ده عندكم مش عندنا. ربما، انا ما اعرفش النوايا، ربما لم يقرأ تفسير الطبري للآية. ربما يعني، انا مش هدخل في نيته، لان تفسير الطبري بينص على الرواية اللي قالها الاستاذ ابو كريم والحاج وعد. طبعا الآية معروف ان هي في سورة الشعراء، الآية 214، وانذر عشيرتك الأقرب. طيب نقرأ مع بعض كده. حدثنا ابن حميد
قال ثنا جرير أو حدثنا جرير عن عمرو أنه كان يقرأ وانذر عشيرتك الأقربين ورهطك المخلصين. قال حدثنا سلمة حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الغفار بن القاسم عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد الله بن عباس عن علي بن أبي طالب سلام الله من عندي على الإمام. لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه على رسول الله صلى الله عليه وآله من عندي وسلم، دعاني رسول الله أي النبي دعا الإمام علي بن أبي طالب وقال لي يا علي إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين. قال فضقت بذلك ذرعا وعرفت أني متى ما أناديهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكره، فصمت حتى جاء جبرائيل، وجبرائيل هنا مكتوبة في الطبري بالمناسبة يعني، فقال يا محمد إنك إلا تفعل ما تؤمر به وعذبك ربك. فأمر النبي الإمام علي فاصنع لنا صاعا من طعام واجعل عليه رجل شاء واملأ لنا عسى من لبن، ثم اجمع لي بني عبد المطلب أي النبي أفهم منا جميعا بقوله تعالى وانذر عشيرتك الأقرب حتى أكلمهم وأبلغهم ما أمرت به، ففعلت ما أمرني به. ثم دعوتهم له وهم يومئذ 40 رجلا يزيدون رجلا أو ينقصونه، فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب. فلما اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي صنعت لهم فجئت به، فلما وضعته تناول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حزية من اللحم فشقها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي الصحفة، ثم قال خذوا بسم الله، فأكل القوم حتى ما لهم بشيء حاجة وما أرى إلا مواضع أيديهم، وأيم الله الذي نفس علي بيده إن كان الرجل الواحد لا يأكل ما قدمت لجميعهم. ثم قال اسقوا الناس، فجئتهم بذلك العس الذي كان فيه لبنا فشربوا حتى رووا منه جميعا، وأيم الله إن كان الرجل الواحد منهم لا يشرب مثله. فلما أراد رسول الله أن يكلمهم صلى الله عليه وسلم بدره أبو لهب إلى الكلام فقال لهت تعجب ما سحركم به صاحبكم، فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغد يا علي إن هذا الرجل قد سبقني إلى ما قد سمعت من القوم، فتفرق القوم قبل أن أكلمهم فعد لنا من الطعام مثل الذي صنع ثم اجمعهم لي. قال ففعلت ثم جمعتهم ثم دعاني بالطعام فقربته لهم، ففعل كما فعل بالأمس فأكلوا حتى ما لهم بشيء حاجة، فقال اسكهم، فجئتهم بذلك العس فشربوا حتى رووا منه جميعا. ثم تكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر الله على أن يكون أخي. الله أكبر، هذا انذار ولو سؤال أيكم. شوف إخواني والله حق لكم أن تفكروا بسؤال أيكم سؤال في سؤال أيكم هي سؤال لا ما هو قال انذار كما قال سليمان من منكم يأتي بأرضها هم سؤال أحسنت شيخ سعد ايضا مثل سليمان، وهذا استدلال السيد. لا احنا ليش قلنا السيد ايضا يا اخي اعطيني مجال يا اخ حسام. السيد الله يحفظه لماذا جاء بهذا الامر؟ لان هنا استفهام وهنالك استفهام، هنا يعلم وهنا ايضا يعلم، مثل ما الله تبارك وتعالى انت قلت الله يستفهم ويدري الله، لكن يقول له انت قلت مثل الله تبارك وتعالى عندما يقول ما تلك بيمينك يا موسى ويدري بيمين عصا. فالاستفهام لا يعني عدم التعيين، ولذلك الله معينها ويدري بها عصا ويدري بنوعية العصا ومعينها تعيين، لكن سأل بس خلي أقرأ هذا الله يحرم من 30 ثانية في الكلام اللي كنت بقرأه مهم جدا لأن تفسير الطبري أقوى تفسير الطبري حتى نشوف ماذا أخف. طيب احنا توقفنا ان الرسول قال فايكم يؤذرني على على ان يكون اخي وكذا وكذا. تعالوا نعرف ايه كذا وكذا من جواب ثواني بس اخي والله 30 ثانيه فقط. تعالوا نعرف ايه هي كذا وكذا دي من جواب الامام علي. فاحجم القوم عنهم جميعا عنها جميعا كلهم سكتوا ما رضيوش، وقلت اي الامام عليه السلام الله عليه واني لاحدثهم سنه وأرمسهم عينا وأعظمهم بطنا وأخمشهم ساقا، أنا يا نبي الله
أكون وزيرك. فأخذ برقبتي ثم قال إن هذا أخي وكذا وكذا، أي وزيره. والدليل الذي يليه فاسمعوا له وأطيعوا. ثم قال فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. هذا تفسير الطبري الذي يقول عنه ابن تيمية أدق وأصح التفاسير عند أهل السنة. إما أنكم تخفون هذا وتعلمون، أو والعياذ بالله تجهلون ما في تفاسيركم، وأنا سني صادق أعلمكم به. وشكرا يا حاج واحد. طيب عمار من فلسطين تفضل. خلي وزع الوقت شو البرنامج بس لك ما يخالف شوية وارجع لك يا أخي الأخ تأخر. تفضل يا عمار من فلسطين. الأخ عمار من أكثر الناس اللي هو ينتظر ولا يخطأ يعني ولا يتجاوز.